أيها الأحرار العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وخمس سنين لبرنامج مصنع، كل سنة وحضراتكم بخير، وكل سنة الحقيقة هو مش عيد رأس سنة ولا عيد قومي، إنما الحقيقة هو على الأقل بالنسبة لنا خمس سنين كفاح. أنا بس قبل ما أبدأ، عجباني اللوحة دي قوي ولازم أشكر اللي عملها. أجمل حاجة في اللوحة دي، أنا توقعت إن القناة هتعمل لي صورتي جنب الخمس سنين، يحط صورتي كده وأنا لابس بدلة حلوة ما شاء الله. إنما أجمل حاجة فيها إن ما فيهاش صورتي، لأنه في الخمس سنين دي في فريق ورا البرنامج ده الحقيقة رائع جدا. فريق بقى من السواقين، من إدارة القناة، من حتى عمال الشاي والقهوة، من المصورين. فلو اتحطت صورة فرد واحد يبقى هو البرنامج، ودي مش حقيقة. خمس سنين البرنامج ده كان وراه ناس كتير جدا، من أول إدارة القناة لحد الراجل اللي قاعد بره. خمس سنين كانوا مهمين جدا، على الأقل بالنسبة للمشاهدين اللي بيتابعونا دلوقتي. زي النهاردة، من أربع سنين كانت بداية مصر النهاردة، وسط بيئة مليانة كذب وتدليس وخوف وتطبيل ومخدرات إعلامية ووهم، خرج مصر النهاردة. ما خدعناش حد والحمد لله، ما ضللناش حد، ما بعناش الوهم. ومن جرايد وصحف السيسي كنا الحقيقة بنطلع الحقيقة والكذب، كنا بنفرز ده من ده، كنا عين المشاهد البصيرة وعقله اللي بيمتحن كل معلومة، عشان في النهاية نوصل لك كل اللي بيجرى حواليك ونحذر ونكشف اللي بيحصل حواليك. أما القرار فده كان بتاعك أنت.